صاحب الغبطة والنيافة مربشارة بطرس الراعي الجزيل الاحترام، السادة الأساقفة، قدس الأب العام ومجلس شوراه، الآباء الأجلاء،
إخوتي أخواتي بالرب يسوع، سلام الرب معكم. إنها السنة السابعة التي تقفون فيها يا صاحب الغبطة والنيافة في هذا المقام المريمي، وعينكم صوب أم فتحت يديها لتستقبل أولادها إلى قلبها بعد أن تعبوا من ظلم الحكام وجورهم، ولاحت في أفق بلادهم صرخات الحرب مدوية، وكادت بوسطة عين الرماني تتردد صورتها البشعة لما حملته من حرب طائفية أضنكت شعبنا لسنين طوال، لولا يد تلك الأم السماوية وعينها الساهرة على أبنائها بتعدد طائفتهم وطائفيتهم. أم سماوية حمت أبنائها من فيروس قاتل فتك بالعالم كله وأحدث حرباً كونية عدوها مجهول، خطف الملايين من الأرواح البريئة بعطسة أو لمسة، حرم الأم من غمرة ابنها والأخت من قبلة أخيها والعائلة من وداع كريم لعزيز فقدته، فوضع الكمامات متاريساً أبعدت العائلة عن بعضها والناس عن كنيستهم، فباتوا يصلون عبر وسائل الإعلام خوفاً من نقل العدوى إلى بعضهم البعض. لكني أرى في ضبابية المأساة العالمية أعجوبة لبنان المنهوب المسروق وعلى شفير إعلان إفلاسه، فالتجهيزات الطبية والأدوية المطلوبة لمحاربة ذلك الفيروس كانت شبه معدومة، ولكنه بواسطة شفاعة تلك الأم السماوية استطاع أن يكون واحداً من أقل البلدان تضرراً بفيروس كورونا مقارنة مع بلدان عمالقة في الطب والتكنولوجيا كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيطاليا وغيرهم من البلدان المتطورة. نعم يا سيدي، إننا نؤمن بشفاعة مريم عند ابنها، ولكن علينا أن نفعل ما يأمرنا به، وتكريس لبنان لقلبها الطاهر لم يكن وليد إرادة بشرية كما يحلو للبعض، بل هو إرادة إلهية في نظر الكنيسة التي تمثلونها يا صاحب الغبطة. نعم نحن بلد مريمي بامتياز، فسيدة لبنان أم لجميع اللبنانيين يأتونها من شماله وجنوبه، من جبله وساحله، فتكريس هذا الوطن لقلبها الطاهر هو تكريس للشعب كله لما لهذه الأم من قيمة واحترام في الإنجيل والقرآن. وفي الختام نردد ما قاله سلفكم المثلث الرحمات البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير في رسالة صوم 2009، قال: ولنلتفت إلى العذراء مريم سيدة لبنان لنسألها أن تبسط ذراعيها على هذا الوطن وأبنائه وترعاهم بعين العناية والعطف، وتكون حمايتهم وإلى جانبهم فيما يتهددهم من ضيق ومخاطر، فهي الشفيعة المشفعة وأم السيد المسيح وأمنا الرؤوف التي تعود أبناؤنا وأجدادنا أن يلجأوا إليها إبان المحن والملمات وما خيبت يوماً رجاءهم، تحقيقاً لما قاله القديس برناردوس: من كان للعذراء عبداً فلن يدركه الهلاك أبداً. أدامكم الرب راعياً وأباً وخادماً حكيماً لتقودوا سفينة لبنان إلى ميناء الخلاص بشفاعة مريم سيدة لبنان.
المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. يا ربنا يسوع المسيح، يا شمس البر الذي أشرق من الآب قبل الدهور ومن مريم في ملء الزمن، أهلنا أن نحتفل بتذكار أمك الطاهرة بالتسابيح الروحية ونمجدك وأباك وروحك القدوس أنا وإلى الأبد. السلام للبقعة ولبنيها. المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام، والأجزاء الصالح لبني البشر. سبحوا لله يا كل الشعوب، هللوا لله يا كل الأمم، فقد عظمت علينا نعمته وصدقه باقٍ أبداً. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبني البشر. ربون رجلشوني لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى العظيم الذي تصاغر وعظم البتول الصغيرة، إلى الإله الذي تأنس وخلص بني الإنسان، إلى الرفيع الذي تواضع ورفع المتواضعين. برخمو ربون رشرشوني الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الأحد المبارك وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. إننا إذ نذكر الطوبوية مريم أم الله الدائمة بتوليتها، نقدمها شفيعة عنا لدى ابنها ثمرة أحشائها قائلين: أبعد يا رب بصلوات أمك عن الأرض وجميع سكانها ضربات الغضب، لاش الأخطار والفتن، امنع الحرب والمجاعة والوباء، تحنن علينا، اشف المرضى، ساعد المساكين، خلص المظلومين، وأرح الموتى المؤمنين الذين انتقلوا من بيننا، وأهلنا جميعا إلى مصير آمن سليم. برخمو ربون رشرشوني. فنرفع إليك المجد والشكر أيها الآب والابن والروح القدس أنا وإلى الأبد.
يا سوسنة بهية، يا وردة فواحة عطرة، يا مريم العذراء القديسة، لقد انتشر عرف قداستك في العالم كله. اطلبي لنا أن نكون شذى المسيح الطيب يفوح في العالم، ليكن بخورنا لحفظ الأحياء في الإيمان وخلاص الموتى، حتى نحظى بالسعادة الأبدية. برخم ربون ريش ريشوني. فنرغى المجد والشكر للثالوث القدوس الآن وإلى الأبد. قديشا آلوه قديشا خير قلوب قديشا غيوته قديشا قالوه قديسا خير قلوب قديسا شهدوا غيوبه قديسا قالوه قديسا خير الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا، ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. برخمور ريش ريشوني. المجد للسيد بولس والرسل، ولتكن مراحم الله على القارئ والسامعين، على هذه البازيليك وهذه الجماعة إلى الأبد. يا إخوتي، أنا لما أتيتكم لأبشركم بسر الله، لم آتي ببراعة الكلام أو الحكمة، لأني قررت أن لا أعرف بينكم شيئاً إلا يسوع المسيح وإياه مصلوباً. وقد جئت إليكم بضعف وخوف ورعدة شديدة، ولم يكن كلامي وتبشيري بكلمات الحكمة والإقناع، بل ببرهان الروح والقدرة، لئلا يكون إيمانكم قائماً على حكمة الناس بل على قدرة الله. غير أننا
ننطق بالحكمة بين الكاملين، ولكن لا بحكمة هذا الدهر ولا بحكمة رؤساء هذا الدهر الذين مصيرهم إلى الزوال، بل ننطق بسر حكمة الله المحجوبة التي سبق الله فحددها قبل الدهور لمجدنا، وهي الحكمة التي لم يعرفها أحد من رؤساء هذا الدهر، لأنهم لو عرفوها لما صلبوا رب المجد، ولكن كما هو مكتوب: ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر قد أعده الله للذين يحبونه. لكن الله أعلنه لنا بروحه، لأن الروح يسبر كل شيء حتى أعماق الله، والتسبيح لله دائماً. السلام عليك يا مملوءة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم. وروحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا. قال الرب يسوع لتلاميذه: من كانت لديه وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني، ومن يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. قال له يهوذا: لا ذاك الإسخريوطي، يا رب ماذا جرى حتى تظهر ذاتك لنا لا للعالم؟ أجاب يسوع وقال له: من يحبني يحفظ كلمتي، وأبي يحبه وإليه نأتي وعنده نجعل لنا منزلا. من لا يحبني لا يحفظ كلمتي، والكلمة التي تسمعونها ليست كلمتي بل كلمة الآب الذي أرسلني. كلمتكم بهذا وأنا مقيم عندكم، لكن البرقليط الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي هو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. السلام أستودعكم، سلامي أعطيكم،
لا كما يعطيه العالم أنا أعطيكم، لا يضطرب قلبكم ولا يخف. برخمور أبون ريش ريشوني. حقا والأمان لجميعكم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا أمة الرب. إخواني السادة المطارنة، قدس الرئيس العام والآباء، أيها الإخوة والأخوات الأحباء، عندما تبلغت مريم بشارة الملاك جبرائيل بأن منها سيولد ابن العلي بقوة الروح القدس، أجابت: أنا أمة الرب، فليكن لي بحسب قولك. بهذا الجواب كرست نفسها بكليتها للمولود منها ولتدبير الله الخلاص، وواصلت هذا التكرس في كل مراحل حياتها الأرضية. فعلى مثالها الكنيسة بأبنائها وبناتها ومؤسساتها مكرسة بطبيعتها، وعبر المعمودية والميرون للشهادة للمسيح ولتحقيق تصميم الله الخلاص في تاريخ البشر. منذ 7 سنوات وعملاً بتوصية سينودس الأساقف الروماني الخاص بالشرق الأوسط، انعقد في 2/2/2012، كرسنا بتاريخ 16 حزيران 2013 لبنان وبلدان الشرق الأوسط لقلب مريم الطاهر وسيدة لبنان، بمشاركة أصحاب الغبطة، بطاركة الكنائس، والسادة المطارنة، وسائر أعضاء مجلس البطاركة والأساقف الكاثوليك في لبنان، وبحضور رئيس الجمهورية السابق العماد ميشيل سليمان وعقيلته، اللذين علقا على عنق السيدة العذراء في تمثال أم النور مسبحة الوردية الذهبية. تمثال أم النور الذي يكرم في كابيلة المزار هو كما تعلمون من خشب الأرز، هيأه الفنان يوسف الحويك لإحياء السنة 1954 المريمية التي أعلنها المكرم البابا بيوس 12 بمناسبة يوبيل مرور 100 سنة على إعلان عقيدة الحبل بلا دنس. وتعلمون أيضاً أن مزار سيدة لبنان تأسس سنة 1904 بمناسبة اليوبيل الذهبي لإعلان هذه العقيدة بمبادرة من المكرم البطريرك الياس الحويك والقاصد الرسولي آنذاك المطران ديفال، وسلمت إدارته وخدمته لآباء جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة، الذين أحييهم وأشكرهم بشخص قدس الأب العام والأباء الذين يؤمنون الخدمة في هذه الأيام. إن التمثال العذراء هذا زار كل رعايا لبنان خلال السنة اليوبيلية، فبفضل ما حمله اللبنانيون من صلوات وطلبات ورغبات، وبفضل ما نزل عليهم من نعم سماوية أضحى ذخيرة مقدسة لكل اللبنانيين.
يسعدنا أن نكرس معكم اليوم للمرة الثامنة لبنان وبلدان الشرق الأوسط لقلب مريم الطاهر وسيدة لبنان، وهو تكريس يأتي في حينه، لأن بعض من بلدان الشرق الأوسط ما زال يرزح تحت وطأة الحروب وفتك الأسلحة، والبعض الآخر يعمل بكثير من الجهد وسط المعاكسات الداخلية والخارجية على لملمة جراحه وإعادة تكوين ذاته. أما لبنان فيمر بأقصى مرحلة لم يعرف مثلها طوال 100 سنة من عمره، لكننا اختبرنا في حقبات أخرى سابقة وتلمسنا ونتلمس اليوم أيضا يد السيدة العذراء سيدة لبنان التي تحمي هذا الوطن وشعبه، وفي الوقت عينه تدعونا جميعا نحن اللبنانيين لنعيش حياة تستحق هذه الحماية الإلهية. أمنا وسيدتنا مريم العذراء هي مثالنا في التكرس، وهي مرآة كل تكرس. حافظت على تكرسها بالألم عندما هاجرت مع يوسف وطفلها الرضيع إلى مصر هربا من هيرودس الملك الذي أراد قتله، وعندما تنبأ لها سمعان الشيخ بأن الطفل سيكون آية للخصام وأن سيفا سيجوز قلبها فتنجلي أفكار قلوب كثيرة. وعندما ضاع يسوع في أورشليم 3 أيام أثناء العيد وراحت تبحث عنه مع يوسف بوجع وخوف وأعلن لهما أنه ملتزم بإرادة أبيه، وعندما وقفت على أقدام الصليب وابنها مائت فوقه أقسى ميتة وقبلت أمومتها الروحية ليوحنا ومن خلاله لكل إنسان حتى أضحت أمة كل الشعوب. في كل هذه الحالات كانت تجدد تكريسها لشخص ابنها ورسالته ولتصميم الله الخلاصي، وحافظت على تكريسها عندما لم تكن تفهم أبعاد كل هذا السر، إذ كانت تحفظ الأحداث والكلمات في قلبها وتتأمل فيها، كما عندما جاء إلى المزود رعاة بيت لحم مخبرين، وعندما سمع يوسف ومريم نبوءة سمعان الشيخ عن الطفل، وفي ظروف أخرى كثيرة لم تفهمها لكنها كانت بالنسبة إليها تكريسا متجددا. فيا أيها المسؤولون السياسيون والإداريون والحزبيون في لبنان، كيف تعيشون تكريسكم لخدمة خير الشعب وازدهار الدولة وجعلها دولة الحق والعدالة، فيما نجدها دولة المحاصصة والمحسوبيات ويستباح فيها القانون والعدالة وينهب المال العام وتفرغ الخزينة خزينة الدولة ويفقر الشعب ويرمى شباننا وشاباتنا في الشوارع جائعين محرومين بطالين حراقي دواليب قاطعي طرق، بينما هم طلاب ثانويون وجامعيون ومتخرجون بطالون أو مصروفون من عملهم بسبب الوضع الاقتصادي والصناعي والسياحي والتعليمي المتدهور. وأنتم أيها الذين تتسترون وراء المخربين
المشوهين وجه الثورة الحضارية المحقة التي نباركها. كفوا عن دس متظاهرين ليليين مشبوهين، حملتموهم غايات خبيثة في نفوسكم باتت مكشوفة، وكلفتموهم الاعتداء على المؤسسات والمحال التجارية وأملاك الغير وجنى عمرهم وتشويه وجه العاصمة، لعلكم تكفرون الشعب بوطنه وتضربون الانتفاضة الثورة البهية الوطنية. ألا خافوا الله؟ ألا خافوا الله؟ ألا خافوا الله وأصغوا إلى تبكيت ضميركم إذا كان عندكم ذرة من الضمير حي؟ وإن نطالب الدولة بالتصدي بحزم لهؤلاء المخربين والحد من شرورهم منعاً لانزلاق الوضع الأمني نحو فتن لا نطيق احتمالها. إن كنيستنا المارونية تنطلق دائماً من ثابتتين متكاملتين على المستوى الوطني. الثابتة الأولى الحفاظ على الشرعية، لأن لا دولة من دونها، والثانية احتضان الشعب، لأن لا دولة ولا شرعية من دون الشعب، فهو الذي يعطي الثقة، وهو يقول الدستور في مقدمته مصدر كل السلطات. مشكلتنا الوطنية اليوم في لبنان هي أن ثقة الشعب بالوطن كبيرة، أما بالدولة فشبه معدومة، وثقته بالديمقراطية كبيرة، أما بإداء السياسيين والمؤسسات فضعيفة. هو الشعب اليوم ينتفض عن حق بسبب الوجع والقلق والعوز والفقر والخوف على الحاضر والمستقبل، فتحسسوا أيها المسؤولون وجعه. لقد أفقرتموه على جري السنين، وهو في الأصل ليس فقيراً. جوعتموه وهو في الأصل شبعاناً. أذليتموه وهو في الأصل صاحب كرامة. أنزلتموه إلى الشارع وهو لم يكن يوماً ابن شارع. حجزتم أمواله وهو الذي كد وضحى لادخارها، وعدتموه بالإصلاح فتفاقم الفساد وعم الهدر، وعادت المحاصصة من بابها العريض من دون حياء، مستهترين بوجع وصرخات المتظاهرين والمنتفضين والثوار منذ 6 أشهر. أهذا هو إنجاز المسؤولين السياسيين الذين تعاقبوا على السلطة، إذ جعلوا الشعب اللبناني العظيم متسول بقاء ووجود فيما تلألأ كالمنارة في كل بلد وطئه شرقا وغربا، محقق النجاح والإبداع في مختلف الحقول. لن نسمح لأحد القضاء على دولة لبنان الراقية المحتفلة بيوبيل تأسيسها المئوي، بل نعمل مع كل ذوي الإرادات الطيبة على تجديد وجه لبنان بهويته ورسالته، وهو سائر نحو المئوية الثانية. أن ندعم الحكم والحكومة ففقط من أجل غاية واحدة، هي أن تسمع صوت الشعب
الذي يريد دولة فوق الجميع تؤمن أمناً واحداً وقراراً واحداً وحوكمة رشيدة وتعيينات منزهة عن غايات السياسيين ومصالحهم ومرتكزة على معايير قانونية تتماشى والمرحلة الدقيقة التي نعيشها. الشعب يريد حكومة تجري الإصلاحات المطالب بها داخلياً ودولياً والتي كان ينبغي أن تبدأ بها ضمن خطة إصلاحية منذ نيلها الثقة. أتينا اليوم لنكرس وطننا وبلدان الشرق الأوسط لأمنا سيدة لبنان ولقلب مريم الطاهر، تلبية لطلب السيدة العذراء نفسها في ظهوراتها في فاطمة في البرتغال للأطفال الرعيان الثلاثة في 13 تموز 1917 إذ قالت لهم: تجنباً للحروب والهلاك يريد الله إقامة التكريم لقلب الطاهر في العالم، وأضافت: تكرسوا لقلب الطاهر فتخلصوا. إن القديس البابا يوحنا بولس الثاني الذي أنقذته سيدة فاطمة من محاولة اغتياله في 13 أيار 81 كرس العالم كله لقلبها الطاهر في 25 أذار 84 داعياً جميع أساقفة العالم لتكريس أبرشياتهم، ثم أعاد تكريس العالم لقلبها الطاهر في يوبيل سنة 2000. فيا مريم، يا سيدة لبنان، اقبلي هذا التكريس اليوم منا واستمدي لنا ولوطننا لبنان ولسائر بلدان الشرق الأوسط نعمة الوفاء لله ولك وعطية السلام وجمال الأخوة والتضامن بين جميع الشعوب، فنرفع معك المجد والشكر والتسبيح للثالوث القدوس الذي اختارك، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى الأبد. آمين. نؤمن بإله واحد، يتلوط مربحي دلوه والوطلوه دم حادي طليوط وينو بسوغو طيبو طوف يولي البيت وسعود بايك لوط
على وعلى إيمات المرى طبيعة المشعل أن ينير في الظلمة. ما أحوجنا في هذه الأيام أن يشرق علينا الرب من أنواره، لنستمد منه إيماناً حياً يتجدد كل يوم، فيقهر متاهات الظلمة، فننعم بأنوارك وهباتك الصالحة، ونشهد لمحبتك ومحبة أمك الممتلئة نعمة والمالئة الكل من بركاتها وعطاياها في كل معابدها المنتشرة في العالم كله. آمين. ارجعوا إلي أرجع إليكم. أنعش فينا ربنا كلماتك لندرك شر خطيئتنا وسر موتك وقيامتك. أرشد أبناءك في العالم وأنرهم كي يدركوا أن المآسي التي يمرون بها هي بمثابة إنذار رباني، كي يعود المؤمنون إلى تنقية ذواتهم من الفيروسات الداخلية الداعية إلى الفساد وأخواته، وليدبر سلام المسيح قلوبهم وينير عقولهم حكمة وهداية. آمين. عفوك ربنا، إذ سرعان ما تبدد النور المشاع على لبنان، وعاد سلطان الظلمة ليستبد بمواطنيه كلهم، فتشاور أصحاب اليد الطولة على خنق الوطن لقاء ثلاثينات من الفضة. نسألك ربنا مع النفوس الشاهدة لحضورك أن تعود خريطة لبنان إلى سابق رسمة حدودها 10452 كيلومتر مربع، واجعل من سيرة مسؤولي هذا الوطن فوحاً طيباً يعيد إلى أبناء الوطن الرجاء والطمأنينة والسلام. آمين. في هذه الذكرى المباركة نسر بأن نقدم بواسطة يدي مريم الخبز والخمر إلى ابنها يسوع. نسألك ربنا بحق حبك أن تعطينا مقابل ما قدمناه جسدك مأكلاً ودمك مشرباً، لتحل فينا وتوحدنا فيك، طالبين منك أن تلهم قلوبنا الشوق الحي إلى تناول جسدك، لتسكن وجودنا كله وتغني أيامنا الصعبة محبة لك ولأمك ولقريبنا. آمين. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك وبناتك هؤلاء من قرابين حباً لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطباوية والدة الله مريم ومر يوسف البتول،
اذكر اللهم آباءنا ومرمرون مار يوحنا مارون. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة، وطننا لبنان وشعبه وبلدان الشرق الأوسط الذين نكرسهم اليوم لقلب مريم الطاهر وسيدة لبنان. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية، وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس أنا وإلى الأبد. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم إخوتي الأحبار الأجلاء وكهنة المسيح وخدام الروح القدوس. فليكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا. برخمور أبو ريش ريشوني. فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. نسجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحماً فتؤهلنا للذنوب من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد،
بارك مورا بوريس لسوني. فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. نشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق ووازن. حقا إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. بك يحيط الكروبيم والسرافيم ويشدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدين هاتفين. قدوس قدوس أنت اللهم الآب المملوء مراحم، قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، قدوس روحك المحيي، إنك القدوس واهب الخيرات. يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم، وبتدبيره الإلهي خلصنا واقتدانا. وبيوم هود قدوم حاشودي لما بتحاير ساب اللحم بداو قادي شطو بارخ قادش وقسو يا بالتلميداو كادو
الأمر من ما بارخ قادر ويا من تلميذ كدوما سابشتا من كل خوف فيكون وحلوب ساقية نتشد ومديها خصوي وطحوبي والحاية دلولة أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله وها إن بيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناءك الدعصاء فيما نفر نعمتنا نشكرك عنها ومن أجلها كلها ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلين خاشعين ارحمنا يا رب ارحمنا وارسل الينا من سمائك روحك المحيي وليرفع على هذا القربان ويجعله جسدا محييا ويسامحنا ويقدسنا استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة
لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير، فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن، بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك، لا سيما من أجل أبائنا ورعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطيركنا الأنطاكي والأساقف المشاركين معنا وسائر الأساقف المستقيمين الرأي، لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك، نسألك يا رب. أيها الرب يسوع إلهنا، ها إننا نعود إليك اليوم ملتمسين رحمتك ومعونتك وخلاصك. أعطنا أن نعيش حياة منتصرة فننعم بأنوارك وهباتك الصالحة ونشهد لمحبتك المالئة الكل بشفاعة قلبك الإلهي الذي تكون في حشى العذراء مريم أمك. نسألك أن تحول وجودنا إلى زمن تلاق دائم يصل غربة الأرض بميعاد السماء، نسألك يا رب. أمانة لأمنية المكرم البطريرك ياس لحويك، وفي مناسبة مرور 100 سنة على إعلان دولة لبنان الكبير وكنيسته، نضع بين يدي أمنا العذراء وطننا لبنان وكنيسته، ونقول لها: هلمي مجدداً إلى لبنان الذي أحببته وأحبك، واسكني كل بيت وعائلة، فنهديك قلوبنا الفارحة لأنك كنت هنا ودوما هنا. يا أم يسوع شكرا لك، نسألك يا رب. لك سجودنا يا حمل الله المقرب على المذبح فدا عنا، كي يشع النور على جباهنا ويفعم وجوهنا فرحا وسلاما. أعطنا بشفاعة قلب أمك الطاهر أن نقبل على مثالها كؤوس آلامنا في هذه الأيام الصعبة، فنسلك الدرب على خطاك بدون خطايا، ونحول كل أنواع المعاناة إلى بذار حب وحياة، نسألك يا رب. إلهنا محب البشر، بارك احتفالنا وبارك راعيه والقيمين على خدمة هذا المزار، ليكون فعل إيمان مقبولاً لديك وداعية تجدد وصلاح وابتهاج في الروح. إننا نلجأ إليك يا ربنا اليوم كما لجأت إليك أمك في العرس بدالة الحنان والعين الساهرة، فنظرت فإذا الماء استحال خمراً جيداً. أعطنا على مثال أمك وأمنا
أن نحفظ كل كلمة نسمعها منك ونتأملها في قلوبنا، إلى أن نشاهد مجدك ونفرح برؤياك إلى الأبد، نسألك يا رب. اذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك، الراقدين على رجائك، المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم وأرحهم في ملكوتك، لأن واحدا ظهر على الأرض بلا خطيئة وهو ربنا يسوع، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولموتانا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس آنا وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافا يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشر، لأن لك الملك والقوة والنصر إلى أبد الأبدين. أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية. برحمر بوليش لشوني، لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لجميعكم. نحن رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبح الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي.
ممن يتناول وقبل البركة من الرب. بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. ينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. أخوتي الأحبة، بالنسبة للمناولة أكيد لما بدنا نقرب على المناولة من المفروض أنه تكون إيدنا اليمين من تحت وإيد الشمال من فوق بشكل صليب، تكون هو العرش يلي بده يستقبل ملك المجد، وكل واحد منا بده يتناول قدام الأبونا، يعني ما حدا بيقدر يأخذ القربانة وما يتناول فيها قدام الأبونا. إذا بتريدوا المناولة بهالشكل هيدا بتكون. شكرا. Thank you.
الأرعب المادي بحب رومه نهوي دخلون وقومه كبريد له رايات مثل العالي عن النار تيموتا روح العالي للهائل وريش لمدلع الوبعين تودت على الأرعب المادي بحب رومه Amen.
أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا رب، يا حنون، يا رحوم، يا محب البشر ارحمنا. نشكرك أيها الرب الإله الآب، ونبتهل إليك أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا برخمور موريش ريشوني، ولمجد اسمك القدوس وابنك الوحيد وروحك القدوس أنا وإلى الأبد. السلام لجميعكم. أيها الرب يسوع إله خلاصنا، يا من صرت إنسانا لأجلنا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا، نجنا من الهلاك واجعلنا هياكل لاسمك القدوس، لأننا شعبك وميراثك، وبك يليق المجد والوقار مع أبيك المبارك وروحك القدوس أنا وإلى الأبد. يا مريم العذراء، يا أم الإله وأمنا، في الله لتكوني بفعل الروح القدس أما لابنه المتجسد، فأطعته طاعة الإيمان، واتحدت بفضل أمومتك بابنك يسوع اتحادا فريدا، فأصغيت إلى كلماتي وتأملتها في قلبك في حياتك، حيث كان ينمو بالقامة والحكمة والنعمة أمام الله والناس، ووجهت إليه من التجأ إليك كما في عرس قانا، وتألمت معه بقلبك الهمومي على الصليب، فشاركته بالفداء الذي أتمه، هو مخلص العالم الوحيد من أجل البشر جميعهم في كل مكان وزمان، فشملت أمومتك الروحية كل البشر والشعوب على تنوع انتماءاتهم وثقافاتهم، واليوم وبعد أن رفعت إلى مجد ابنك القائم من الموت تتبعين
لهم بتشفعه من أجلهم ليقبلوا نعم الرب التي تقودهم إلى الملكوت السماوي. نسألك أن تشملي بعطفك وطننا الحبيب لبنان وكل الشرق، هذه المنطقة التي على أرضها تحققت أحداث التدبير الخلاصي، وانطلقت الكنيسة بدافع الروح القدس حاملة البشرى السارة إلى كل الشعوب، شاهدة للسيد المسيح حتى الاستشهاد، ومحافظة على وديعة الإيمان تنقلها من جيل إلى جيل إلى أن وصلت إلينا. يا أم الكنيسة، ساعدينا بشفاعتك نحن أبناءها وبناتها، أنت منها ومثالها ومعلمتها، لكي نعيش شركة المحبة فيما بيننا ونشهد للقيم الإنسانية والمسيحية في حياتنا العائلية والاجتماعية والوطنية، ونعمل على تعزيزها في لبنان والشرق، ونجعل منها حضارة ترتقي بالإنسان إلى الإصغاء بطواعية فضلى إلى الله الذي يخاطبه باستمرار. يا أم البشر والشعوب، نلتمس منك، أنت التي تعرفين آلام الناس وأفراحهم، مخاوفهم وآمالهم، أن تقيا بشفاعتك هذه المنطقة من كل ما يتهددها من حمق واضطراب وانتهاكات لكرامة الشخص البشري وحقوقه وحريته وسلامته، وأن توجه جميع أبناء هذا الشرق على تنوعهم إلى الاستنارة بنور الخالق الواحد الذي يريدنا عائلة بشرية واحدة بترابط أفرادها برباط الأخوة، الجميع على بناء مستقبل مشرق على أسس التلاقي والمشاركة والمحبة والعدالة. نبتهل إليك يا أمنا أن تقبلي منا تكريس لبنان والشرق إلى قلبك الطاهر وإلى عنايتك وحمايتك، فنكرس زواتنا لله بفعل الروح القدس على مثال الإبن الوحيد الذي كرس ذاته لأبيه السماوي له في كل ما عمل وعلم من أجل خلاص البشر. صلي لأجلنا لكي نعيش مقتضيات هذا التكريس، فنتوب عن خطايانا ونصغي إلى كلمة الله مانحة الحياة، ونجدد محبتنا لله بالالتزام بمشيئته، ومحبتنا للقريب بالمصالحة والعيش معا بروح الأخوة. إننا نسأل شفاعتك يا قديسة مريم من أجل أن يكون الإنسان منفتحا على الله ومطواعا لإرادته، فيعمل لخير البشرية كلها ويساهم في إحلال السلام. تضرعي لأجلنا من أجل أن نكون أمناء للمسيح يسوع في حياتنا، وشهودا له بالقول والعمل وبالمحبة والمصالحة وبالخدمة والتضحية. تضرعي لأجلنا من أجل أن نحمل صليب الألم في النفس والجسد على مثال المسيح يسوع، ونواجه الصعوبات والمحن بصبر ورجاء. تضرعي لأجلنا من أجل الأساقفة والكهنة والرهبان والعلمانيين
ليعضدهم الله في رسالتهم. تضرعي لأجلنا من أجل المحافظة على قدسية الرباط الزوجي، ومن أجل أن تبقى عائلاتنا كنائس منزلية تنقل الإيمان وتعلم الصلاة وتشارك في حياة الكنيسة ورسالتها. تضرعي لأجلنا من أجل احترام الحياة البشرية منذ نشأتها حتى مماتها، من أجل السلام في القلوب والعائلات والمجتمعات، ومن أجل ترقي الإنسان، من أجل احترام كرامة كل إنسان وحقوقه وحريته المدنية والدينية وسلامته، من أجل أن تعمل السلطات السياسية على تأمين الصالح العام الذي منه خير الإنسان والأوطان، من أجل أن نتحرر من الخطيئة التي تسبب الانقسامات والتعديات والعنف، من أجل أن نعطي الله الأولوية في حياتنا بوجه الروح الاستهلاكية والمادية والانشغالات الدنيوية المفرطة ومغريات الحياة. يا والدة الإله وسيدة لبنان وكلية القداسة، الثلث الأقدس وإكرامي.
شفاعة أمنا مريم العذراء سيدة لبنان يبارككم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدوس يترك الموكب.